السلام عليكم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله الدرس الأول في كورس تعليم لغة جو أو الجولانج. قبل ما نبدأ نتكلم على مزايا اللغة والفاسيلتيز اللي هي بتقدمها، ممكن نبدأ نقتحم المجال مباشرة إن احنا نشوف إزاي ننزل اللغة وإزاي نعمل برنامج بسيط جدا، وبعد كده نبدأ نتكلم على المزايا المتعددة الموجودة في اللغة. احنا في البداية خالص هتفتح المتصفح بتاعك وجولانج زي ما انت شايف اول حاجة ظهرت لك، هتدوس انتر فهيفتح لك الموقع الرسمي بتاع الجولانج. اول لما يفتح دوس على كلمة داونلود علشان تنزل اللغة. هيفتح لك صفحة تانية فيها فيرجنز مختلفة على حسب الجهاز بتاعك، فانا الجهاز بتاعي ويندوز فاختار اول واحدة. هيبدأ ينزل لي ملف، هستنى لما ينزل خالص وبعد كده ابدأ اسطبه. ده الملف اللي نزل، هتدوس عليه دبل كليك عشان تبدأ تسطب اللغة. فهيبدأ الانستليشن قدامك وهيعمل شوية خطوات بسيطة. هتقول له نيكست 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 انستول وتستنى لما يخلص خالص. زي ما انت شايف التسطيب بتاع البرنامج كله مش هياخد دقيقتين. برضه يفضل يكون عندك اديتور عشان تكتب فيه البرامج، فبرضه ادخل على البراوزر بتاعك واكتب فيجوال ستوديو كود داونلود بالشكل ده. اول حاجة تظهر دوس عليها واختار النسخة المناسبة للكمبيوتر بتاعك، فانا الجهاز بتاعي ويندوز مثلا فانا هدوس على دي. فهينزل لي هنا ملف، الملف ده هو الفيجوال ستوديو كود. بعد ما ينزل سطبه زي التاني بالظبط عشان يبقى عندك الفيجوال ستوديو كود اللي هو اللي انا بشاور عليه عندي على الجهاز ده. زي ما انت شايف كده هو كده سطب اللغة تمام، قال لك completed the go programming language، دوس على finish. ولو عايز تتأكد انها اتسطبت مظبوط افتح start وrun cmd واكتب go version، فيقول لك هنا الفيرجن بتاعها اللي هو 1.18.3، يبقى انت كده كل حاجة شغالة عندك مظبوط. هنبدأ نفتح الفيجوال ستوديو كود اللي انت لسه مسطبه، برضو سطبه بنفس الطريقة بالظبط، نيكست نيكست مفيش أي حاجة، بقى عندك الفيجوال ستوديو كود. أول لما يفتح عندك هروح عند قائمة فايل وأقول له open folder، علشان أعمل فولدر جديد أحط فيه كل المشاريع بتاعتي، فأقول له هتروح لي على الديسكتوب مثلا وتعمل لي فولدر جديد تسميه كريم مثلا. جوه الفولدر ده هتعمل ملف جديد بامتداد جو علشان يبقى الملف اللي احنا هنكتب فيه الكود بتاعنا، فاقول له هنا فايل واقول له نيو فايل. هيقول لي الملف ده نوعه ايه، فاقول له تكست. هيقول لي الملف ده بلغه ايه، فاقول له سيلكت لانجوج واقول له جو، فيقوم جايب لي لغه الجو قدامي، اقوم قايل له اختارها. طبعا لو دي اول مره تختار الاختيار ده فيجيب لك هنا انك انت تسطب الاكستنشن بتاعت الجو، فهتقول له انستول فقط. هنعمل كنترول واس علشان نحفظ الملف بتاعنا، فسميه باي اسم كي 1 مثلا والاكستنشن بتاعي دايما دوت جو واقول له سيف. فكده الملف بتاعي بقى اسمه كي 1 دوت جو. الملف ده انا هبدا اكتب جواه الكود بتاعي. فالسطر الاول بتاعي بكتب باكج مسافه مين. السطر ده علشان اعمل حاجه اسمها المين باكج اللي هي اللي هبدا تنفيذ البرنامج عندها. البرنامج بتاعي لما هاجي ابرمج اي برنامج بلغه الجو فانا بعمل باكجز كتيره جدا، كل باكج بتعمل وظيفه محدده والباكجز دي تتفاعل مع بعضها عشان تؤدي وظيفه البرنامج في النهايه. ده طبعا كل ده لسه هنشوفه قدام شويه. بس دلوقتي انا عايز اعمل برنامج بسيط جدا يطبع رساله على الشاشه، فهم عامل سطر اسمه امبورت مكتبه اسمها اف ام تي اختصار لفورمات. ديت المكتبه اللي بتطبع لك اي حاجه على الشاشه او تستقبل منك مدخلات او تطبع في ملف او تعمل حاجات كتير جدا هنشوفها قدام. وبعد كده هقوم عامل داله واحده فاقول له فانك واقوم قايل له مين. ديت هتبقى المين فانكشن بتاعتي اللي البرنامج هيبدا التنفيذ عندها. فالداله دي مش هعمل فيها غير سطر واحد بس، ان انا هستدعي داله من جوه اللايبرري اللي اسمها فورمات ديت، فاقول له فورمات دوت واقوم قايل له برنت لاين. فالداله دي هتطبع سطر على الشاشه، فاقول له هنا اطبع لي مثلا هيلو وورلد. زي ما انت شايف البرنامج بلغه جو حاجه سهله جدا، مفيش فيه غير كده بس. انا عرفت باكج اسمها مين وعرفت داله رئيسيه، استدعيت لايبرري اسمها فورمات وقمت مستدعي منها الداله اللي اسمها برنت لاين وقمت قايل له اطبع لي على الشاشه. فلما نيجي ننفذ البرنامج بالشكل ده احنا ببساطه خالص هنروح عند تيرمينال نقول له نيو تيرمينال. والمفروض عشان تنفذ الفايل ده فانت بتحفظه الاول كنترول واس وتروح هنا تقول له جو ران
وتقوم قايل له اسم الملف اللي هو k1.go. بس في هنا بقى مشكله، لو انت عندك انتي فيروس زي البيت ديفندر اللي عندي كده، فالبيت ديفندر بيعمل بلوك للبروسيس دي كلها، ما يسمحش انك انت تعمل ملف اكس اي وتشغله على طول، كنوع من السكيورتي يعني. فانت هنا في الحاله ديت البرنامج بتاعك مش هيشتغل زي ما انا عامل كده. فالافضل انك انت تعمل بيلد الاول له، لان اساسا لغه الجو شغاله ككومبايلر، يعني الكود كله بيتحول لباينري كود وبعد كده يتنفذ. فانت روح هنا هتقوم قايل له هنا جو، وبعدين تقول له بيلد داش ورك، وبعد كده قوم تقول له اسم الفايل اللي هو k1.go. فكده لما تكتب الامر كده فهو بيعمل لك ملف exe اسمه k1. يعني لو رحت هنا عند الفولدر بتاعك اللي اسمه كريم هتلاقي الفايل اللي هو k1.go والفايل الثاني اللي هو k1.exe. ده ملف exe لما تنفذه على طول بيقوم طبع لك الرساله اللي انت عايزها على الشاشه. يعني تقول له كده cmd وتقول له k1 كده .exe، فقام طبع لك هيلو وورلد على الشاشه. كذلك هنا لو انت قمت قايل له نفذ لي بقى ال k1 كده .exe، فما قايل لك هيلو وورلد. تعال نكبر الفونت شويه الاول، خليه 20 مثلا. دلوقتي انا عندي داله ثانيه غير برنت لاين اسمها برنت فقط، فانا ممكن برده موجوده جوه اللايبراري اسمها فورمات، فانا ممكن اقول له كده فورمات دوت واقول له برنت فقط، فدي بتطبع وما تنزلش سطر. فاقول له مثلا اطبع لي كلمه كمبيوتر، وبعدين اقوم قايل له برده استخدم لي برده اللايبراري اسمها فورمات، هات لي منها برنت واطبع لي مثلا لابتوب. طب البرنامج اللي قدامي ده بيعمل ايه؟ البرنامج ده هيطبع كلمة كمبيوتر ويقف مكانه، بعد كده يطبع لابتوب ويقف مكانه، بعد كده يطبع هيلو وورلد وينزل سطر عشان دي برنت لاين. فلو حفظنا كده البرنامج ده وقمت قايل له برضه تيرمينال نيو تيرمينال، وقمت قايل له جو بيلد داش ورك، وبعدين قمت قايل له k1.go زي ما احنا شايفين كده، فهو كده نفذ البرنامج بتاعي وطلع لي الملف اللي اسمه k1.exe اللي هو اللي بيتنفذ. لو انت هنا كتبت k1.exe كده، فزي ما انت شايف كتب لك كلمه كمبيوتر لابتوب هيلو وورلد ورا بعضها، وبرده ممكن تنفذها من هنا. يعني تقدر تكتب حرف k ودوس تاب هيقوم جايب لك k1.exe، دوس انتر اهو ده نتيجه التنفيذ. طيب عايزين نخلي البرنامج افضل من كده شويه، عايزين نخلي المستخدم يدخل اسمه الاول ويدخل اسمه الاخير ويكتب له ويلكم ويكتب له اسمه الاول وبعدين اسمه الاخير. فعشان نعمل ده برضه هنستخدم نفس اللايبرري اللي اسمها فورمات. بس في الحاله دي انا اول حاجه هعملها ان انا اعرف متغيرين، متغير اسمه فيرست نيم ومتغير اسمه لاست نيم. فاما قايل له هنا var واما قايل له متغير اسمه فيرست نيم واما قايل له ده سترنج، يعني سلسله نصوص حروف ورا بعضها، واما قايل له var برضه واقول له لاست نيم واما قايل له ده برضه سترنج. ممكن اطلع له رساله بقى اقول له دخل الاسم الاول، فاقول له نفس الجمله اللي انا عارفها ديت اللي هي فورمات دوت برنت لاين، بس اخد نفسي دي كده احطها هنا واقول له دخل لي الاسم الاول، فاقول له انتر فيرست نيم. وبعد كده استقبل بقى الاسم الاول بتاع المستخدم، فاقوم قايل له نفس اللايبرري اللي اسمها فورمات بس هستخدم منها داله جديده اسمها سكان لاين. سكان لاين هنا بتستقبل من المستخدم سطر كامل تحفظه في السترنج، فاقول له سكان لاين هتاخد اللي المستخدم يدخله وتحفظه في المتغير اللي اسمه فيرست نيم. نعمل بقى نفس السطرين دول تاني، فاقوم قايل له نفس السطر ده كده كنترول وسي، واقوم قايل له هتكرره تاني، هقول له انتر سكند نيم او لاست نيم، واقول له هتحفظه في المتغير اللي اسمه لاست نيم. بعد كده اقوم نازل تحت اقول له بقى اطبع لي كلمه ويلكم، واقوم قايل له اطبع لي بعدها مسافه، وبعدين اطبع لي الفيرست نيم، وبعدين اطبع لي مسافه، وبعدين اطبع لي اللاست نيم. كده احنا خلصنا البرنامج. طبعا ممكن تحط كومنتس مختلفه على البرنامج علشان تفهم المستخدم اللي انت عامله، فاي كومنت هتعمله زي السي بلس بلس بالظبط ممكن تحط العلامتين دول وتقول له مثلا I will define two string variables، وتحط اي كومنتس تانية انت عايزها. نحفظ البرنامج على كده، زي ما انت شايف البرنامج سهل جدا مفيش فيه اي مشكلة.
هنروح على التيرمينال هنا وهنقوم كاتبين نفس الامر جو بيلد، وهنقول له داشورد، وهنقول له اسم الفايل اللي هو k1.go. فزي ما احنا شايفين هو كده نفذ البرنامج بتاعي. دلوقتي اقدر اقول له اسم الفايل على طول k1.exe. فزي ما انت شايف قال لك انتر فيرست نيم، هقول له كريم. انتر لاست نيم، هقول له احمد. قال لي ويلكم كريم احمد. ممكن برضو نشوفها في التيرمينال هنا، فهو قايل له k1.exe، قال لي انتر فيرست نيم، هقول له كريم. انتر لاست نيم، هقول له احمد. قال لي ويلكم كريم احمد.